خلينا نفهموا الحاجه. اولا وبكل وضوح بالنسبه لي انا الزرقوني وسيغما كونساي ما هماش يمارسوا في سبر الاراء، هم يمارسوا في السياسه، وهذه السياسات منزله وذات خلفيه اخرى من الاحسن اخلاقيين ان لا اصفها. كيفاش؟ باش نفهمك حاجه، باش نبدو واضحين. اولا هذه كلها متناقضات. انا نتحدى ومن هالمنبر هذا نتحدى الزرقوني يخرج بلاطو التلفزي مع واحد مختص في الستاتستيك والعمايه انا، ونقنع ان كل معلوماته غالطه ومعده لاغراض وخلفيات واضحه الدلاله. فسر لنا. لا مش نفسر لك حاجه. فسرنا. اولا قيس سعيد من حيث الخلفيه لا يؤمن بالحزب. قيس سعيد فلسفيا ومضمونيا مشروع قائم ان من تحزب خان. مش نبدو واضحين. جت الظرفيه انه مواطن يقول انا انتخب قيس سعيد كما قال على القروي قبل تاسيس، معناها قبل تاسيس حزب نبيل القروي، هذه صارت. لا من حيث الارقام الساعه كانت تدخل الان صفحات الدستور الحر ما بين نهار 23 والان تلقوا ان فقد 80% من الاصوات نتاعو. كيفاش يتحصل الان على 30.8؟ هذه رغبة إقليمية ودولية لأطراف إقليمية ودولية اللي هي تناصر في عبير موسي وتوظف فيها في الساحة السياسية. بالتالي هذه الأرقام التي تسند لعبير موسى واحد. أنا نتحدى الزرقوني يجي في بلاطو تلفزي ونكلمه 20 شخص، كان العشرين نعملوهم برازار يختارهم شخص آخر، كان العشرين يطلعوا منهم ثلاثة بركة ينتخبوا دستور حر، أنا مستعد نعمل شيء يحبه بالضبط. بالتالي هذه أرقام مزورة ومعدة في جملة من بناء على خلفيات معناها ومصالح أطراف إقليمية ودولية وليست تو معناها صبر آراء. اثنين، سمحني، ماذا يعني أن أرقام تتحول إلى احنا ماشي مع إله عايش خويا راهو، احنا راه مع مواطن رئيس جمهورية بايدن ولا قيس سعيد ولا أي شخص آخر، ماناش مع إله راه مش تعطي 94%، شو الحكاية هذي؟ هذه اسمها صنع رأي عام محاولة تسويقه. نعم. شنو 94% هذه؟ اثنين، ماذا يعني انه حزب يكون الاول معناها على مستوى التصويت للحزب ثم لا يصوتون لزعيمته رغم ان هي الناطقة الرسمية ورئيسة الكتلة ورئيسة الحزب ورئيسة الخلية ورئيسة الشبكة ورئيسة مركز الدراسات ورئيسة كل شيء. فالذي سيصوت بحزبها بالضروره سيصوت لها. نعم. وبالتالي فهذه الارقام مزوره معده بناء على خلفيات ومصالح اطراف اقليميه ودوليه ولا تعني شيئا.